المبعوث الأممي جينين بلاس خارت في أربيل، ينضم إلينا مباشرة مراسلنا مهند محمود ليطلعنا أكثر حول هذا الاجتماع. أهلا بك يا مهند ومساء الخير، تفضل. نعم، بداية مساء الخير عليك سمير وعلى مشاهدي قناة زاغروز الكرام. عند الساعة 11 صباح اليوم بدأ الاجتماع الذي تحدثنا عنه، الذي جمع بلاس خارت الممثلة عن الأمم المتحدة ورئيس الإقليم السيد نيتشر فان بارزاني ومعظم الأحزاب الكردستانية. طبعا هذا الاجتماع يأتي لمباحثة ثلاثة نقاط أساسية، الأهم منها أنه تحديد موعد الانتخابات في إقليم كردستان، تحديد الآلية والتصويت على هذه الآلية، ومن ثم إجراء هذه الانتخابات في الوقت المحدد. هذا الاجتماع حتى هذه اللحظة هو قائم ما بين بلاس خارت ورؤساء الأحزاب السياسية في إقليم كردستان. أيضا سيتم التطرق حول موضوع اختيار تسمية رئيس الجمهورية للحكومة العراقية الفيدرالية، يعني طرح النهائي لهذا الموضوع بعد الاتفاق ما بين الأحزاب الكردستانية. حتى هذه اللحظة يبدو بأن هناك تقارب كبير في وجهات النظر ما بين الأحزاب الكردستانية، وهذه الرسالة لربما بحد ذاتها هي تعطي مؤشر إيجابي لآلية الاتفاقات التي ستحدث من الآن وصولا إلى تحديد يوم الانتخابات، والذي كان مقررا إجراءه في 10 من الشهر من السنة من هذه السنة عام 2022، لكن الإرباك السياسي في العملية السياسية العراقية برمتها ما شابه تشكيل الحكومة العراقية يعني بعد 10 أشهر حتى هذه اللحظة، كلها أمور لربما تعرقل عملية أو عرقلت عملية الانتخابات في إقليم كردستان. بخصوص بالعودة إلى موضوع بلاس خارت، نعم، لربما وخلال الساعات القادمة سيكون هناك بيان للقوى المشاركة في هذا الاجتماع للوصول إلى المعلومات المهمة التي سيتمخض عنها. نعم نعم مهند، يعني إذا كانت لديك معلومات كيف هي أجواء الاجتماع، خاصة الحوارات والنقاشات بين يعني مسؤولي الأحزاب الكردستانية، يعني هل ممكن أن يتوصلوا المجتمعون إلى توافق حول إجراءها في وقتها الانتخابات أم تأجيلها؟ نعم، مبدئيا يعني انعكاسة هذا الاجتماع بحضور معظم الأحزاب الكردستانية، السيد بافل طالباني ممثل عن الاتحاد الوطني، السيد فاضل ميراني عن الديمقراطي الكردستاني، بحضور السيد نيتشرفان، بحضور يعني رئيس الإقليم أقصد، بحضور التغيير وبحضور الأحزاب الأخرى، هي مؤشرات إيجابية. نعم، سيما وأن هناك لقاءات كانت سابقة جمعت السيد بافل طالباني بالزعيم الرئيس مسعود بارزاني قبل أيام. هذه الاجتماعات أكيد هي تمخضت عنها لما سيليها من اجتماعات. نعم، وبما فيها اجتماع اليوم مع بلاس خارت. حتى هذه اللحظة هي الأمور إيجابية وإن لم يخرج تصريح من داخل الاجتماع، لكن مبدئيا هو الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية فيما يخص الحكومة العراقية الفيدرالية. نعم، وموضوع تحديد موعد الانتخابات، يعني إذا تم اليوم الوصول إلى تحديد موعد الانتخابات وآلية الانتخاب، فبالتالي أكيد ستكون هي رسالة واضحة بأن الأحزاب الكردستانية هي متفقة. نعم، بعد أن حضرت هذا الاجتماع والاجتماعات الأخرى التي سبقتها بأنها متفقة على خطة عمل واحدة وصولا إلى موعد إجراء الانتخابات. نعم، حضور الأمم المتحدة أكيد له دور كبير وفعال بشخص بلاس خارت. نعم، الأمور إيجابية حتى هذه اللحظة، لربما الساعات القادمة أكيد سنتواصل وإياكم. نعم، بالتأكيد يا مهند. نعم، سوف نبقى على تواصل في نشراتنا اللاحقة. مهند محمود مراسلنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.